نودع السي عبد الواحد الراضي، نودع رجلا عظيما، قامة من قامات المغرب الكبيرة التي صنعت تاريخ المغرب الحديث، صنعت رجل من رجالات حزب القوات الشعبية، والذي عرف مسارا نضاليا كبيرا، لعب دورا كبيرا في التحولات الديمقراطية التي عرفتها بلدنا. كان رجل دولة بكل المقاييس في كل المسؤوليات التي تحملها، سواء مسؤوليته الحكومية، سواء في رئاسته للبرلمان المغربي، سواء في رئاسته للبرلمان الدولي، البرلمان المتوسطي، للاتحاد العربي الإفريقي. رحيل السي عبد الواحد الراضي كان رحيل يا خسارة فادحة وغير منتظرة، ولو أنه الموت هو قدر محتوم على المغاربة، على الناس جميعا في حقيقة، ولكن الفراغ ديال اللي غيخلي السي عبد الواحد مازال ما غنحسوا به حتى غادي نعيشوه. السي عبد الواحد كان انسان استثنائي في العلاقات ديالو، في القيم اللي كان تيامن بها، في واحد العدد من السلوكات اللي هو كان كيمارسها داخل الحزب. لان حنا تنعتبروا انه الاتحاد خسر واحد من الاهرامات الكبرى ديالو، من الرجال الكبار ديالو، لأنه كان مؤسسا وكان ناشطا وكان فاعلا، ولكن لأنه كان كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا البناء الحزبي كامل. أستاذ عبد الواحد الراضي رحمه الله فهو من الرجال الوطنية الحقة الذين لعبوا أدوار أساسية في بناء تاريخ المغرب المعاصر، ولعب أدوار مهمة كذلك في المعركة من أجل الديمقراطية، وساهم في بناء الكتلة الديمقراطية، وكان من مؤسسي الكتلة الديمقراطية، والتي أعطت الكثير بالنسبة للإصلاحات الدستورية وبالنسبة للانتقال الديمقراطي في بلادنا. وهو كذلك رجل فكر الذي أعطى الكثير في هذا المجال، وساهم في العمل من أجل تأطير المواطنات والمواطنين، وكذلك العمل من أجل إصلاح البلاد خصوصا في مجال القضائي، بحكم أنه كان وزير العدل في حكومة الأستاذ العباس الفاسي، ولعب كذلك أدوار مهمة لأن دون التاريخ المعاصر لبلادنا، فرحمه الله في هذا اليوم. يودع اليوم الشعب المغربي أحد الرجالات الذين بصموا على تاريخ المعاصر للمملكة المغربية في الجانب السياسي. نودع مناضلا بين مناضلين داخل هذا الوطن الذي عايش فترات حالكة وعايش كذلك فترة انتقال ديمقراطي وكان جزءا أساسي منها. نودع أحد البرلمانيين المتألقين كرئيس برلمان سابق، كرئيس برلمان البحر المتوسط، وكرئيس البرلمان الدولي أيضا. نودع كذلك ذلك المواطن المغربي الذي كرس حياته من أجل تقدم والازدهار للمملكة المغربية. عزاؤنا واحد، فيه عزاؤنا لأسرته الصغيرة وعائلته، عزاؤنا لأسرته الاتحادية بصفة عامة، وعزاؤنا لكل المغاربة الذين عرفوا هذا الرجل. نتمنى من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلام.